شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في اتصال هاتفي مع رئيس إسرائيل يتحاك هيرتوغ على أهمية تجنب تصعيد الصراع، وبحث الجانبان جهود التوصل إلى حل دبلوماسي للسماح للمواطنين على جانبي الحدود بين إسرائيل ولبنان بالعودة إلى منازلهم. يأتي هذا فيما نصحت السفارة الأمريكية في بيروت مواطنيها بإعادة النظر بشأن السفر إلى لبنان وسط حالة التوتر الحالية.